هاي بالحطب يبين صاير حفر في الراس هني كسر في الجمجمه ها هاي كلها كسر هنا نعم الخلف هني كله مكسور الجمجمه كلها مكسوره خيطه وطبعا تخيطت مفصوله بالنص هنا الجمجمه كلها مفصوله بالنص من ورا طبعا الضرب كله من ورا من قدام خلى الى الجمجمه تتكسر من ورا كلش يعني لا لا عادي طالع شلون الجمجمه تتحرك فوق طالع شلون الجمجمه تتحرك لا هو الرقبي يطلع دم الحين تتحرك حتى الكسر في الرقبه بعد في كسر في الرقبه المنصور داخل من في الجمجمة دون الكدمات اللي صادته هو أكيد ظل ينزف لمدة يمكن يوم كامل الراس مفصول تاريخ 16 الراس مفصول كله من هنا إلى هنا الراس مفصول هو من اختفاء تاريخ 15 إلى استلامه تاريخ اليوم تاريخ 20 اليوم يعني خمسة أيام كان انضرب على شهر ستة الخزان خلاص إيه خلاص صحيح شوف كيف الجمجمة تتحرك ايه شوفها شوفها هني مفصولة كامل ما تقدر هي تتحرك هي تتحرك احنا مو بجودين حتى لو مو بجودين تطيح الحين هي شوفها طلعت تطيح بروحها شوف الجمجمة كلها مكسورة شوف الجمجمة تتحرك ايه لانه كل دم هنا يطلع عندك ها كسر في الجمجمة داخل العوض ايه مكسورة هذا نصها